الصحة والجمال لون جديد للحياة. أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة الصحة والجمال في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إشارة حمراء، وزي ما عودناكم في إشارة حمراء بنطرق كل المشكلات الموجودة داخل المجتمع المصري وفي الشارع المصري، سواء كانت مشكلات ثقافية أو مشكلات اجتماعية أو اقتصادية أو أي نوع من أنواع هذه المشكلات. أعزائي المشاهدين، النهاردة حلقتنا هتكون حلقة مميزة جدا، هنتكلم عن ظاهرة انتشرت وتفشت كثيرا في المجتمع المصري، ظاهرة لم نكن نسمع عنها من قبل في واقعنا ومجتمعنا المصري والشرقي والمتدين. أعزائي المشاهدين، ظاهرة النهاردة هنتكلم عنها هي التحرش. موضوع التحرش موضوع انتشر كثيرا وتفشى في الآونة الأخيرة وظهر في الشارع المصري بشكل ملفت للنظر. هذه الظاهرة نراها عيانا بيانا في كافة وسائل المواصلات وفي الشوارع العامة وفي المتنزهات العامة وفي كل الأماكن داخل المجتمع المصري، لدرجة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان طلع دراسة مهمة وخطيرة جدا بأن أكثر من 64% من النساء يتعرضن للتحرش داخل المجتمع المصري، وأيضا أكدوا على دراسة بأن مصر تحتل المرتبة الثانية في حالات التحرش الجنسي على مستوى العالم. أعزائي المشاهدين، فكرة النهاردة أن احنا نتكلم عن التحرش الجنسي وكيفية مواجهة هذه المشكلة ووضع حلول واقعية تنطبق مع المجتمع المصري، بيشرفنا النهاردة مجموعة من الشباب قدروا يعملوا مبادرة أو فكرة يقدروا من خلالها يواجهوا هذه الظاهرة وسموا فكرتهم ما تعبرهاش. بنرحب بضيوف حلقة النهاردة، بنرحب بهشام سيد مؤسس الفكرة، اهلا يا استاذ هشام، وبنرحب ايضا بالاستاذ محمد النجار مسؤول العلاقات العامه للفكره. اهلا وسهلا. يمكن بدايه الفكره معاكم ان ظاهره تفشت وانتشرت بشكل كبير وملفت النظر في المجتمع المصري، حابين يا استاذ محمد تعرفنا يعني فكره التحرش الجنسي بشكل عام وكظاهره انتشرت في المجتمع المصري ما كانش موجوده قبل كده. والله حضرتك نظرتي في التحرش الجنسي هو موجود دايما في اي مجتمع وفي اي مكان، هو التحرش عامه في الفكر قبل ما يكون في الافعال. التحرش في فكر الانسان، هو مثلا يعني عايز يقوم بعمليه معينه او عايز ينفذ شيء معين فبيفكر بالطريقه السيئه دي. طبعا اسبابه كتير يعني ممكن نعدي فيها كتير جدا. اولها طبعا بعد الانسان عن ربنا، طبعا ايا كان ديانتك او ايا كان مكانك مفيش ابدا اوامر من ربنا او اي دين يدعو انك تؤمر بتحرش او تدعو السلوك السيء ده. طبعا قله التوعيه من الاهل وبعدهم عن الابناء. يعني لو حابين نحط يا استاذ محمد اشارات حمراء هنا في برنامجنا اشاره حمراء، اول اشاره حمراء في اسباب التحرش هو غياب الوازع الديني. طبعا. والاشاره الثانيه اللي حضرتك بتتكلم عنها هي غياب دور الاسره. غياب دور الاسره دافع مهم جدا لغياب التصرفات السيئه للابناء، يعني مثلا انشغالهم بالبزنس او انشغالهم بالاعمال او انشغالهم باي عمل ايا كان اللي هو بيفضلوه دايما عن تربيه الابناء بحكم ان هم بيامنوا لهم مستقبلهم او بيضمنوا لهم حياه هنيه. طبعا ده فكره خاطئ جدا. اهم حاجه اولوياتك في الدنيا انك تربي ابنك كويس عشان في الاخر ما تلوموش او ما تحاسبوش على الاخطاء اللي بيعملها. جميل. يمكن لو حابين نبتدي في تعريف الحمله بتاعتكم يا هشام، وبدايه الفكره جت منين، وطبعا المجتمع في حاجه ماسه لمبادرات زي المبادره اللي انتم عملتوها وافكار قيمه تثمن هذه الفكره من اجل ان احنا نواجه مثل هذه المشكلات. يعني مشكله او فكره ما تعبرهاش جت لكم ازاي او جت لك انت ازاي كمؤسس الفكره؟ هي الفكره نفسها جت من فتره، من هي كانت عندي من زمان بس احنا ابتدينا فيها من 20/1/2014. الفكره نفسها جت لما لقينا ان بنات كتير يعني بيسموا نفسهم ان هم حقوق مرأة، طبعا مع احترامي للمقامات بس في جزء منهم بيبني نجاحه على فشل الرجاله، او ان هو مثلا لازم يخلي الراجل شكله وحش علشان هو ينجح. دايما كنا يعني بنشوف مثلا ان عشان البنت تطلع ضحيه يبقى لازم نطلع الراجل وحش. لا، في اسباب كتير جدا وفي رجاله كتير جدا زي ما بتنزل الشارع علشان تتحرش، في رجاله بتنزل عشان تحمي. احنا عايزين بقى نبين النوع ده، عايزين ده اللي يبقى ظاهر وعايزين ده اللي ندعمه علشان هو اللي يحمي البنت في الاول وفي الاخر. تمام. والفكره نفسها ما تعبرهاش، الكلمه نفسها يعني مش اهانه للمراه ولا اي حاجه، بس احنا لقينا نوع من البنات هو اللي بيصنف الراجل امتى يبقى متحرش وامتى يبقى يتحسب الكلمه اللي بيقولها كاعجاب. في بنات بتحسب ده ان لو الشخص على حسب هيئته والمكان اللي هو فيه بتقبل الكلمه، لو قبلتها فبتعتبره اعجاب، لو رفضته بتعتبره تحرش. فاحنا ضد التصنيف ده.
تمام. احنا من الاول وفي الاخر، فانت ما تحطش نفسك في الخانه دي، ما تديش حد فرصه يحطك في الخانه دي. انت كراجل مش ما تعبرش اهانه او انت تتجاهلها، لا، بس هي مشتقه من كذا كلمه، يعني ما تبصلهاش، ما تضايقهاش، ما تديهاش الفرصه انها تصنفك التصنيف ده. بس في جانب اخر هياخدها، ان انت ما تعبرهاش، يعني هي لا قيمه لها وما لهاش اي قيمه في المجتمع، خاصه ان ان ان, إن اي دين بيعظم دور المراه، او اي مجتمع بيعظم دور المراه، هي الام والنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا ورفقا بالقوارير، كل ده احنا بنعترف بيه. بس احنا، وانا بقول لك، احنا مش الهدف التقليل من المراه ولا حاجه، يعني هنا اشاره حمراء هنا بالنسبه لحمله ما تعبرهاش، اشاره حمراء لكل فتيات مصر وكل بنات مصر، ان اشاره حمراء او ان فكره ما تعبرهاش فكره ما بتقحمش حق المراه وما بتجيش على المراه وما بتهملش دور المراه او ما بتهملش الفتاه، ان احنا ما نعبرهاش، لكن الفكره كلها ان احنا ما نبصلهاش، يعني ناخدها بالجانب الايجابي مش بالجانب السلبي. ده المقصد من الفكره. اكيد طبعا، وفي نفس الوقت ما نجيش، يعني الراجل المحترم يبقى ليه برده مكانته، ليه يحافظ على كرامته، يعني مش تاخد باي ذنب متحرش او اي كائن تاني بيحاول يشوه صورته. طب اروح لك يا محمد، حمله ما تعبرهاش خدت صدى كبير جدا على مصر، على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل عدد يمكن لاكثر من 150 الف متابع ليكم. حابب تعرفنا الانتشار السريع للفكره والقبول السريع من شباب مصر للفكره دي. اولا احب اضيف حاجه، حملات التحرش طبعا مش احنا اول حمله، الحملات كتير جدا، بس معظم حملات التحرش بتدافع عن البنت بس، او انا ما اقصدش ان ارمي اللوم كله طبعا على البنت، الخطا في الطرفين سواء بنت او ولد. الحملات كتير جدا بتدافع عن البنت بس، ونسيوا حق الراجل في الموضوع ده، مش كويسين. تمام، بالظبط زي ما بيقولوا النسب الخياليه اللي بيقولوها ان 99.9% من الرجاله متحرشين، برضو ظلموا كتير من ناس محترمين، رجاله محترمين في بيوتهم هم مش متحرشين. جميل. احنا عارفين طبعا النسب بتبقى يعني على الاقل تناسب عقلنا، يعني زي ما في بنات محترمه في رجاله محترم، احنا لازم ندافع على الاثنين، نجيب حق البنت وفي نفس الوقت ما نجيش على كرامه الراجل. تمام، بس التحرش في ناس كتير جدا خاصه في المجتمعات الريفيه والمجتمعات التقليديه العاديه بتاعتنا بيفهموا التحرش هو التحرش الجنسي فقط، اللي هو باللمس او بال او او بال او بالاغتصاب او غيره. في انواع كتير من التحرش زي ما احنا عارفين. انتوا شايفين التحرش، انواع التحرش الموجوده داخل الشارع المصري يا هشام؟ تعرفنا انواع التحرش او انواع الموجوده داخل المجتمع المصري. طبعا في انواع كتير، وده كمان لازم البنت تكون عارفه ده، لان عشان لما تروح كمان تعمل محضر او تروح تشتكي لحد تحرش بيها لازم تبقى عارفه هي بتقول ايه، لان ده بيفيدها في الاول وفي الاخر، وعلى حسب اللي عمله بيضره. يعني في الفرق بين هتك العرض والتحرش، في فرق بين المعاكسه والخدش الحياء، كل دي اسباب وكل دي ليها قوانين وكل دي ليها عقوبات. يعني لو طب انا عايزك توضح لي برضو فكره، عشان اوضح للساده المشاهدين اشاره حمراء هنا، ان في انواع كتير جدا من التحرش بتكون على طريق الانترنت، مش شرط ابدا تكون في الشارع او تكون في المجتمع، ممكن تحرش عن طريق الانترنت، عن طريق الايميلز او طريق ارسال صور او كلام. يعني حابب توضح للساده المشاهدين فكره التحرش بالنسبه للموضوع ده. ايوه طبعا ده موجود، ده احنا دلوقتي شعب الشاب بيحب البنت من صوره البروفايل، يعني حتى انا مش حاطه الصوره بتاعتي دي. تمام. برضو مشكله كبيره يعني، واوقات كتير يعني حتى لما بتيجي بيحصل كتير على الفيس، ولا يحب ماشي لكن يتحرش لا، يعني بيتحرش بيصور وبيبعت ومش عارف ايه الكلام ده كله، احنا ضده طبعا. وفي الصفحه بيبعت لنا رسائل كتير من البنات، احنا ممكن نكون صح او غلط، بس احنا على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نمنع ده. يعني احنا برضو بننشر وبنعمل توعيه على الصفحه ان ده ما ينفعش، وان ده اعتبرها اختك وكل الكلام. تمام. انا بشوف يا محمد على قد ما في مهاجمه ليكم من بنات كتير جدا عن اعتراضهم على كلمه ما تعبرهاش وعن الدفاع عن حقوق المراه، واعتقد ان بيواجه ده مجموعه كبيره جدا من البنات معاكم على الصفحه، يعني انتوا معاكم كميه كبيره جدا من البنات اعتقد في حملتكم. فحابب توضح الفرق، يعني في هنا وفي هنا، في طرفين دلوقتي. انا مش عايز اصنفها تصنيف عنصري شويه، انا عايز اوضح برضه حاجه، ان اكتر من 70% من مؤيديننا بنات. مش عايز برضه اقول لكل واحد عارف مصلحته، في ناس بتبقى عارفه مصلحتها وبتبرر الغلط عشان هي عايزاه. برضه انا مش عايز برضه اصنف ان احنا الصح وهم الغلط، كل واحد ليه فكرته، كل واحد ليه اللي هو ينقده. اولا واخيرا احنا بنمشي بنقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال كذا، النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا، بنستشهد بحاجات من ايه، ان هي بتقوم موقفنا كجوازع ديني ما بيننا يعني. تمام. طبعا الاحترام ده حاجه المفروض تكون موجوده في اي مكان، اما بلاقي حاجه بتنافي الاخلاق او بتنافي الاحترام لازم اواجهها، لازم اقف قدامها. تمام. اما الاقي لازم طبعا من الطبيعي ان اي بنت تؤيد حاجه هتحميها في الاخر، او تؤيد حاجه هتنصرها في الاخر، او هتحسسها بالامان اللي هي فقدته في الفتره الاخيره في المجتمع المصري. مظبوط. انا شفت التيشيرت بتاعكم مكتوب عليه ما تعبرهاش واحترم رجولتك. يعني اللوجو ده بينم على ايه، او انت وفكرته جت ازاي، او فكره اللوجو ده الشعار ده؟ زي ما قلت حضرتك في الاول، بحمي البنت وفي نفس الوقت بقول للراجل احفظ كرامتك، احترم رجولتك،
يعني انت المفروض كراجل تحترم البنت، احترام البنت من احترام رجولتك. البنت دي اختك وبنتك ولا كل واحد اعتبر ان كل بنت في الشارع اخته، محدش هيبص للبنت بصه مش كويسه. يمكن زمان يا هشام كنا زمان يا هشام كان في زمان بنلاقي كتير جدا فكره ان البنات في الشوارع والشباب والدنيا كلها كانت ماشيه، فالفكره كلها كانت الناس بتمشي عادي والدنيا كانت كويسه. يعني الفتره الاخيره حصل ده، هل ده بسبب تقدم وسائل الانترنت والوسائل الموجوده الوسائل الحديثه ديت، ولا الموضوع ده بدا ازاي خاصه انتشاره في الفتره الاخيره بشكل؟ بص اقول لحضرتك حاجه، موضوع زمان وموضوع دلوقتي انا مش هتكلم فيه من الناحيه المجتمعيه، بس هتكلم فيه في حاجه دلوقتي. اديك مثال بسيط جدا، دلوقتي احنا لو عددنا في العالم كله مليار نسمه مثلا، وربنا حدد الحلال والحرام، مثلا حدد ان الزنا حرام والمليون نسمه دول كلهم زنوا، هل ده معناه خلاص ان الزنا بقى حلال؟ لا طبعا. صح، لو ربنا مثلا قال لك ان خلاص انت واجب عليك انك تصلي ماشي، والمليون ناس ما دول ما صلوش، هل خلاص ان الصلاه دي بقت حرام ما ينفعش تعملها؟ دي الفكره. فسواء الوقت او الزمن او المجتمع اللي انت متربي فيه، في حاجه بتحكمك قبل اي شيء فهو ربنا سبحانه وتعالى. فانت ده مش مجبر انت تقول لي اصل زمان كانوا كذا ودلوقتي الحلال باين والحرام باين. انا مش اقصد الفرق بين زمان ودلوقتي، انا اقصد غياب الاخلاق العامه والتقاليد والعادات اللي كنا بنحترم فيها بعضنا. يعني كانت اعتقد كان زمان كانت اكثر من دلوقتي، يعني شايف دلوقتي الموضوع متفتح والدنيا بقت الشباب ما فيش احترام حتى للاخرين. انا شايف الموضوع اقل من وجهه نظري، لكن اعتقد انتوا يكون لكم وجهه نظر اخرى يا استاذ محمد. طبعا وجهه نظري في الموضوع دوت، يعني اقارن بين اسباب زمان واسباب دلوقتي، دوافع زمان ودوافع دلوقتي، ده اللي بتكلم فيه براحتك. قارن بينهم، يعني دلوقتي مثلا اتفرج على ايام زمان واتفرج على الافلام والمسلسلات والاعمال الفنيه اللي كانت بتجسد دور المراه ودور الراجل في تربيه الاولاد والتوعيه، الحاجات الوثائقيه اللي كانت بتعرض عشان تزود توعيه الشباب والبنات. اتفرج دلوقتي وقارنهم بالمسلسلات والافلام بتاعت اليومين دول، البنت بطبعها بتحب الموضه، بتحب الشياكه، عايزه تقلد. معظم البنات بتبقى مثلا عندها عايزه تبقى شكلها حلو، ده فطره ربنا تبقى حاطاها فيها. طبعًا تمام طبعًا. اما بتشوف دي نماذج قدامها يا مش عايز اقول بتقتدي بيها، عايزه تقلدها مثلا تبقى زيها تبقى شكلها حلو. اما اشوف مثلا واحده زي ايا كانت المسميات ولاها بطله مجتمع ولاها سيده قصه معينه عليها الناس بتحتذي بيها وبتاخدها قدوه، غصب عنها هتقلدها. انا ما بلومهاش في حته زي كده قد ما بلوم اللي ساب حاجه زي كده تعرض وتبقى قدوه للمجتمع. تمام. دي حاجات ما كانتش موجوده برده زمان. غياب التوعيه من الاباء والامهات زمان دلوقتي مش زي زمان برده، كل واحد مهتم بالبيزنس بتاعه ومهتم بالاعمال بتاعته وسايب اولاده بحجه انه بيأمن له مستقبله، الكلمه دي اتكلمت فيها قبل كده برده. تمام. ثوره الانترنت اللي بقى كل الناس اصلا دلوقتي ما فيش، يعني حتى لو مستوى التعليم المتوسط او عالي او ايا كان تلاقيه عنده فيسبوك عنده تويتر عنده اي حاجه على النت بيتواصل مع الناس بيشوف المواقع. ما فيش المفروض فرض رقابه على الكلام ده، لان اكتر ثقافه الناس وحتى تحت سن ال 18 الاطفال الصغيرين ليهم على النت. تمام. بيشوف صور بيشوف افلام بيتغير ثقافته، دي ثقافه انت بتغيرها لشعب كامل عن طريق الاعلام وعن طريق وسائل الانترنت، كل ده المفروض ليه فرض رقابه عليه. يعني هنا استاذ محمد اشاره حمراء ان احنا بنلفت انتباه المشاهدين ان الموضوع اتغير من زمان دلوقتي بسبب الاسباب اللي حضرتك قلت عليها. طب هل بترى ان ده في اختراق مثلا من 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 ناس بره او دول بره بتحاول تخترق المجتمعات المتراكمه والمترابطه من اجل تفكيكها، ولا شايف ان ده طبيعي في ظل الصخب اللي احنا بنعيشه دلوقتي؟ لا طبعا، انا وجهه نظري في الموضوع ده ان دي حرب افكار. دايما بقول ان حرب الافكار اقوى دايما من حرب السلاح. انا ممكن احتل دوله كامله ان انا احاربهم فكريا. صح. احط مواد اعلاميه معينه، احط في افكار معينه، انزل مضاد بشكل معين، افتح الرقابه على ايا كانت المسميات الاباحيه، كل دوت بحاربك فكريا، بحط بغرز فيك ثقافه معينه. التعليم من الصغر اصلا من اول ابتدائي واعدادي، اما لو ما كانش متاسس صح، لو ما كانش محطوط المناهج المظبوطه اللي تعلم الولد ازاي يطلع محترم، ازاي يحترم البنت، ازاي يحترم اهله، ازاي يحترم تقاليد مجتمعه، ازاي يحترم دينه، الكلام ده كله لو ما كانش مظبوط من اوله ما كانش هيوصل الحل بينا كشباب وبنات، وبالذات الجيل الصغير تتفرج عليه دلوقتي وتتفرج على التاثيرات جدا على الجيل اللي لسه طالع، يعني بيبان فعلا في الجيل الصغير كل الكلام دوت. حرب فكريه، حرب فكريه لازم تواجه. هناخد اتصال يا استاذ محمد، هناخد اتصال هاتفي من استاذ احمد من الشرقيه. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بص انا عاجبني الموضوع قوي، بس في حاجه يعني الموضوع ده اتطرح كتير، يعني في اكتر من جمعيه موجوده عن التحرش كده، بس المشكله مش في التحرش او مش في الجمعيات او في العدد،
مشكله في فين يعني سوري الحاجه اللي تخليك دافع ان انت ما تعملش كده. يعني كان زمان كان في عسكري كده بيلف اي حد يتحرش ممكن يحلق مزيره حاجه زي في الامن كده ترجع تاني تمنع اي حد ان هو يتحرش، دي اهم بكتير من اي حاجه تانية. انا شايف ان مثلا لو الامن تاني رجع زي الاول وينفق في عسكري تاني يلف في المرور وكده يخلي باله من حاجات زي دي، دي حاجه مهمه برضه لان التوعيه وكده يعني ماشي الناس مستواهم في التحليل اقل قوي من اي حد يعني يفهم حاجه زي دي، فدي حاجه مهمه قوي الواحد المفروض يعني تخلي بالكم منها. نشكرك يا استاذ احمد، يمكن استاذ احمد فجر اشاره حمراء مهمه جدا. احنا كنا لسه يا استاذ احمد هنتكلم عن احنا دلوقتي بنتكلم عن الظاهره لكن لسه ما فكرناش هنعمل ايه، لسه كنا هنتكلم في حلول واقعيه طرحها الفكره او فكره حمله ما تعبرهاش، اكيد عملوا شغل على الارض هنتكلم فيه دلوقتي. ولكن كلامك جميل جدا يا استاذ احمد، وفكره ان هو فكره العقوبه الفوريه او العقوبه الرادعه او الرزاعه اللي هي تعمل له عوار مجتمعي تخليه في وسط الناس معروف او منبوذ. يمكن في بعض المجتمعات زي الصين او غيرها بيوصل ان عقوبه المتحرش ان هم بيعلقوه على شجره او بيربطوه في شجره او غيره، فبالتالي بيكون عبره للناس اللي حواليه. يمكن استاذ احمد بيحاول يفكر في حاجه زي كده في المجتمع المصري، ولكن احنا هناخد فكرتك وهنبني عليها وهنبني افكار اخرى. يمكن فجرنا نقطه هشام. لا على فكره هو اكتر زياده اعداد التحرش والكلام ده كله بسبب البنت، مش في اللبس ولا في اي حاجه، لا بسبب ان هي بتخاف انها تروح تعمل محضر، بتخاف من الاخر ان لما تطلع ده يأذيها والكلام ده. لازم برضو الدوله توفر ان البنت اللي تعمل حاجه زي كده تامنها. طيب. لازم يتكتب تعهد على نفسه ان بعد كده لما يطلع ما يتعرضش للانسانه دي. كل ده حاجات لازم تتعمل، لازم كمان يكون في توعيه ولازم يكون في تشجيع للبنت انها تعمل حاجه تعرف تاخد حقها. يبقى هنا في اشاره حمراء ان احنا بناخد بنلفت انتباه ان الفرق اللي زيكم او الحملات او الجمعيات اللي احمد بيتكلم عنها وهم كتير جدا، ان احنا عايزين نعمل حملات توعيه للبنت نفسها، ان احنا نوعي البنت ان انت حقك فين وحقها تاخده ازاي وازاي تاخد الاجراء القانوني لضمان حقها. أكيد. ده دورنا احنا كشباب، احنا مش عايزين نلوم على البنت ان هي مش عارفه تعمل كده واحنا اصلا ما وعيناش. احنا لازم نبتدي الاول بالتوعيه ثم بعد كده المحاسبه، ان احنا مش هنحاسبها دلوقتي ان هي ما عملتش وهي اصلا ما تعرفش. وحاجه كمان ان الاهل برضو بعد ما حتى لو البنت وصلت لمرحله انها تعمل محضر الاهل بقى يفضلوا يضغطوا عليها، لا تنزلي ده هتضيع مستقبله ومش عارف ايه، مع ان البنت دي لو كانت بنتهم ما كانوش هيعملوا كده. بالظبط. برضو الاهل ليهم دور ان يحطوا البنت اللي ابنك اتحرش بيها او ان ابنك اذاها نفسيا او جسديا، حط بنتك مكانها، لو اتنزلت انت على المحضر خلاص مشكلتك مش مشكله اي بنت تاني، مش من حقك بقى تخليها انها تعمل زيك. مظبوط. يمكن محمد عايزين نتكلم عن الفعاليات اللي عملتوها على ارض الواقع. يعني احنا اتكلمنا ان انتوا انتشرتوا انتشار سريع جدا ووصل عدد معاكم عدد كبير جدا، وانت قلت اكتر من 70% من البنات. قدرتوا تستغلوا ده ازاي في انكم تعملوا توعيه او تعملوا شغل داخل المجتمع المصري؟ اي والله حضرتك احنا بدانا كحركه تطوعيه، لسه ما لناش اي رقم اشهار، لسه ما لناش مقر للحمله. بدأنا نزلنا كده عفويا، أول إيفنت لينا كان في شهر 6 في الحديقة الدولية في مدينة نصر. تمام. تجمعنا من على الفيس، لبسنا تيشيرتات موحدة عشان نوصل رسالة معينة، أي شكل موحد بيوصل رسالة للناس بتلفت النظر، أنتوا مين بتقولوا إيه بتوع إيه. اتكلمنا مع الناس، كان معانا محاضرة تنمية بشرية وصل الفكرة بتاعتنا برضو أحسن. الإيفنت التاني كان عملي أكتر، يعني أكتر من محاضرة وأكتر من كلام. نزلنا الشوارع في ثالث يوم عيد، خدنا من اول محطه الاوبرا لحد شارع السينمات وطلعت حرب والمكان ده كله، كان ايامها تدريب الاهلي برده في ملعب مختار التتش، فكان اليوم كان زحمه جدا بسبب العيد وبسبب التدريب. اخترنا يوم كويس وميعاد كويس. جميل. واخبرنا اقسام الشرطه القريبه من المكان، كان برده احنا منظر ملفت، واي تجمع لازم يسالوا انتوا رايحين فين وجايين منين. احنا بنشرح دايما ان احنا حمله ضد التحرش وان احنا لازم ناخد موقف، بس ما لناش اي سلطه على حد ان احنا نحكم على حد او ان احنا نتكلم على حد. هنكمل في الفعاليات بس ناخد نيره من البحيره. ميرة، السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. ميرة خليل. أنا من أشد للأسف انقطع الاتصال، نكمل سمحوا الفعاليات لما نرجع الاتصال تاني مع ميرة. نكمل الفعاليات اللي أنتم عملتوها. نزلنا الشوارع، طبعا كان معانا ورقة معينة بنتكلم فيها عن هدف حملتنا الأساسي من غير تفاصيل، يعني هو حماية البنت وإن هي تاخد حقوقها وتمشي في الشارع كويس. الناس طبعا بتقول إيه ما تعبرهاش، واسم ملفت طبعا، أي حد بيسأل إيه يعني إيه ما تعبرهاش وإزاي ما تعبرهاش ومين اللي ما تعبرهاش، طبعا كل واحد لازم يسأل نشرح له الفكرة كويس. والحمد لله الحمد لله كان في تجاوب كبير جدا معانا، أكتر من 95% من الشارع اللي كنا ماشيين فيه كان الناس بتتجاوب معانا كويس جدا، وبالفعل شفنا حالات تحرش وأرشدنا الشرطة ليها.
طبعا ان احنا برضو في الاول وفي الاخر زي ما قلت لحضرتك ملناش سلطه على حد ان احنا نحكم او أكيد نمسك او ايا كان، هي مجرد رساله عايزين نوصل للشباب والمكان عشان نرتقي بالمجتمع شويه. اكيد طبعا، اكيد هتلاقوا تعاون لما الناس بتحس ان انت بتعمل حاجه قيمه وحاجه كويسه بتصب في مصلحتهم، اكيد الناس بتحاول بس انت بتفتح فكر الناس او بتحاول تذكر الناس بحاجه ممكن تكون غابت عن فكر الشباب او فكر الشارع المصري. هشام، عايزين ننتقل لنقطه مهمه جدا، انت شايف اسباب التحرش، هل البنت اللبس او المظهر او الشكل بيكون سبب من اسباب التحرش ولا ده ملوش اي دور خالص في الموضوع ده؟ بص، التحرش المتحرش يعني هو ملوش اي مبرر اساسا، هو كده كده ما بيفرقش معاه منتخبه او غيره او حتى لابسه مش او حتى لو مش لابسه اساسا، بس هي اللبس سبب مش مبرر للتحرش، بس هو سبب. البنت نفسها دلوقتي في الشارع لما بتشوف بنت لابسه لبس ملفت جدا هي نفسها بتبص وبتكلم صاحبتها بتقول لها بص البنت عامله ازاي، بص مش عارف ايه الكلام ده، احنا بنتكلم عليه في الصفحه وبنلاقي يعني ردود بنات كتير جدا وبيحكوا لنا مواقف كتير جدا، الكلام ده على لسان بنات مش على لسان انا كراجل عشان ما يقولوش بس ده بص بيبرر وبيعمل، احنا ما بنبررش، بس كل حاجه لكل مقام مقال. تمام، انا يعني بدليل كمان انك لما بتشوف منظر وحش على الفيس، صوره بنت مثلا نازله مش عارف ايه، امسح يا عم ايه اللي انت منزله ده، ناخد سيئات، معنى كده ان الحاجه دي بتاثر فيك. تمام، بتاثر فيك سواء بنت او ولد. ولكن في انتخابات يا هشام ان انتوا مش عايزين نحاول ان احنا نشهر ببنات او ان احنا نعادي، احنا عايزين فكره التوحيد، عايزين فكره ان احنا نتجمع، يعني اكيد اي حمله في الدنيا بتنطلق بيكون لها مؤيدين ولها معارضين. تمام، احنا عايزين نوصل بفكره ان احنا مش عايزين معارضين مع حد، احنا عايزين لنا هدف، هدفنا هو ان احنا نقضي على ظاهره التحرش، فطالما الهدف ده فنسعى ليه حتى لو قابلتنا مهما قابلتنا من الصعوبات ومهما قابلنا من انتقادات نقبلها عشان نعدي ونعبر لفكره ان احنا نوصل المجتمع المصري مجتمع امن بدون هذه الظاهره. يمكن لو حبيت اتكلم عن نقطه محمد، فكره التحرش بيكون من الرجاله للبنات او من الشباب للبنات، هل في تحرش عكسي من البنات للولاد؟ بنسمع عنه كتير جدا في اوروبا وفي امريكا، ويمكن تضحك او الساده المشاهدين ممكن يضحكوا، فكره ان البنت تتحرش بالراجل، على فكره الظاهره انتشرت بشكل كبير جدا ومكثف في امريكا والدول اللي بتدعي الحريه، انتشرت ظاهره تحرش المراه بالرجل، ويمكن حتى في ديننا او في الدين الاسلامي في القران الكريم اخبر ربنا عز وجل من 1400 سنه ان امراه العزيز تحرشت بسيدنا يوسف، تحرشت به في بيتها وهمت به وكادت ان هي تدخل به في مرحله اخرى هي مرحله التحرش، يعني مرحله التحرش بالرجال موجوده، هل دي موجوده بشكل ملفت للنظر في مجتمعنا ولا قليله جدا ولا مش موجوده اصلا؟ فكره التحرش يعني عايز اتكلم فيها من الناحيه اللي هي بناء الانسان اصلا، اللهم صل على رسول الله، ربنا خلق فينا اصلا شهوه في الراجل زي ما موجوده في الست، زي ما موجوده في الراجل زي ما موجوده في الست، زي انت بتروح كراجل تتحرش ببنت بدافع من شهوه جواك، طبعا ما ببررلكش هي بنفس النظام بتعمل كده بدفع من شهوة جواها. انا عايز اضيف نقطة كمان، في حاجات بعض البنات ما بعممش فيها، تصرفات معينة او سلوكات معينة يعني زي ما يكون كده اشهار للتحرش، هي طبعا بتتحرش بيك مجرد بمنظرها او باسلوبها او بشكلها، طبعا مش لازم تحرش بيك جنسية، مش لازم المسك، مش لازم اعمل زي ما يحصل في المجتمعات الاوروبية، دي نظرة جديدة للتحرش وشكل تاني للتحرش. جميل، تمام. يمكن هشام عايز اتكلم معك في حاجة، المعد كان بيكلمني فيها دلوقتي بيقول لي التحرش بيكون اكتر في الاماكن العشوائيه في المناطق الشعبيه، هل الاماكن دي بتكون اكثر عرضه للتحرش ولا أيوة كله بيكون بشكل مصري؟ ثقافتهم كده، في اماكن زي مثلا قصر النيل اكيد مش زي المهندسين مش زي الزمالك، فكل منطقه برضو ليها ناسها وليها الفكر بتاعها وليها، لان هتلاقي برضو في قصر النيل وفي المناطق المحيطه التحرير مش عارف ايه هتلاقي ان اغلبهم شباب عاطل، اللي شغال على مركب واللي شغال اللي قاعد على قهوه، فما بيمشي اي حاجه، البنت رايحه جايه خلاص عاكس اعمل اللي انت عايزه. في بقى مناطق تانية اللي زي ما قلت لك كل ما كل ما استاذنك هشام عشان ميرا رجعت معانا تاني. طب، السلام عليكم. السلام عليكم استاذه ميرا. عليكم السلام. انا من اشد المعجبين بحمله ما تعبرهاش، انا بنت متابعه الصفحه على طول، عمر ما شفت ان هي فيها اهانه ليا زي ما كتير بيقولوا، دايما كنت بشوف جمله ان ما تعبرهاش تثير غضب المراه او بنات الفيسبوك زعلانه من ما تعبرهاش. الصفحه عليها كميه بنات كثيره، انا واحده منهم، ودايما ما تعبرهاش ان شاء الله ومكملين. بنشكرك يا استاذه ميرا. استاذه ميرا معانا؟ بشكر استاذه ميرا. يمكن هي بتسمن دور الحمله وجدواها في المجتمع المصري وبتقول ان هي بنت وبتساعد في موضوع الحمله وفكره الحمله. يمكن نرجع هشام لموضوع العشوائيات وفكره المناطق العشوائيه، كنا بنسمع زمان
ان المناطق الشعبيه او المناطق اللي زي كده المناطق ديت كنا بنشهد فيها ليها بالناس بالرجوله وبالشهامه وبالجدعنه وما زال طبعا وسيظل، ولكن فكره انتشار التحرش فيها بقى بشكل ملفت اكتر من اماكن اخرى زي ما قلت. ايوه طبعا موجود زي ما قلت لك في الاول، وبرضو في البنات برضو في المناطق دي، في بنت برضو على حسب المنطقه وعلى حسب شكل الولد بتصنف ده اعجاب ولا تحرش، والكلام ده انا شفته بعيني واتحكى لي وحاجات كتير جدا يعني، عشان زي ما قلت زي قبل الحلقه برضو قلت لك في حاجات ينفع تتعرض وكده، بس قلنا لا بلاش خلينا في موضوع الحلقه احسن. احنا ما عندناش قيود، ولكن انا فاهم. لا عشان المشاهد مش عايزين نخلص على المشاهد اللي بيشاهدنا دلوقتي، انا برضو عشان اثبت للمشاهد يعني ان كل حاجه موجوده، لان في ناس كتير فاهمه ان كل البنات ملائكه، كل البنات كل الشباب ملايكة. يعني انا كراجل لما اجي مثلا في شباب تيجي تقول لك شوف هي لابسه ايه، فيروح مبرر لنفسه. في بنت مثلا تقول لك لا انا لبسي ما البس زي ما انا عايزه حريه شخصيه، تروح مبررة نفسها. تمام. وهكذا، فكل واحد بيبرر للي زيه. تمام. طب انا عايز اسالك يا محمد على حاجه مهمه جدا ممكن اي حد يسال عليها. انتوا بتنزلوا تعملوا ايفنتات وبتعملوا وقفات وبتجيبوا تيشرتات، مصادر التمويل ليكم منين؟ يعني انتوا بتجيبوا فلوس دي منين؟ يعني الحمد لله ناس كتير جدا ممكن تسال يقول لك انتوا بتجيبوا فلوس من بره او حاجه، او بتجيلكم فلوس من دعم من جهات فتمويل خارجي او حاجه، فانتوا الفلوس دي جايه لكم منين يعني؟ او بتعملوا اي حاجه؟ بنشكر بس صاحب المطبعة لان هو ليه عندنا فلوس لغايه دلوقتي. اه صاحب المطبعة كده مش هاخد منه فلوس. اسمه ايه بس؟ التمويل ذاتي حتى الان، ويعني يمكن الضغوط كبيره علينا جدا بسبب موضوع التمويل ده، لان احنا ثلاث افراد بس مسؤولين عن الحمله. طبعا في فريق ثاني بس هو مش ظاهر قوي مهتم بالصفحه اكتر. الموضوع التمويل دوت لسه بدري عليه شويه لحد ما يبقى لنا مقر رئيسي ويبقى لنا رقم اشهار، وساعتها يبقى يجي لنا سبونسر ان شاء الله. اكيد. تمام. يبقى لنا ممول يعني. طيب يا هشام لو حاب، احنا وقتنا خلاص قرب على انتهاء، فحاب تقدم نصايح سريعه انت بالذات للمرأة او للبنت بلاش يعني. طب اقدم انت حد منكم هيقدم نصايح للشاب المصري وواحد هيقدم للبنت يعني؟ محمد تقدم انت للبنت عشان هشام عدو المرأة بقى. لا مش قصدي. فتقدم نصايح للبنات، شايف ايه النصايح اللي تقدمها للبنت اللي هي اختك، هي امك، هي خالتك، هي كل حاجه في المجتمع، هي نصف المجتمع، هل هي ام المجتمع كله وهي المدرسه؟ حابب توجه نصايح ايه عشان نقضي او نحاول ان احنا نحد من ظاهره التحرش في المجتمع المصري؟ تمام. في جمله كانت بتقال دايما ان المراه نصف المجتمع، انا رايي ان المراه اكتر من نصف المجتمع، اكتر من نصف المجتمع بكتير. كل المجتمع هي اللي بتربي، هي اللي بتربي، وهي اذا كانت بجونها عضو. طب انتوا زي ما لما الناس بتسمع البنات دلوقتي بقى المشكله ان اللي بيدخل ايه ما تعبرهاش دي، لا ادخل هي الكلمه نفسها. الكلمه نفسها ما. عشان هنا احنا بنعمل اشاره حمراء هنا ان احنا من دور الاعلام هنا بنوضح الحقائق، بنوضح السلبيات والايجابيات من وراء الكلمه دي. احنا هدفنا النهارده في البرنامج كان هدف الاول والاخير ان انا نفهم الناس ان احنا في حاله ما تعبرهاش انتوا بتبنوا مش بتهدموا، فبالتالي عايزين نوصل الفكره الصحيحه عشان الناس اللي بتنتقد كلنا نتحد ونكون كلنا على هدف واحد. اتفضل. عايز اوضح حاجه كمان بخصوص موضوع المتحرش. طبعا انا من الناس المنادين جدا بعقاب اي حاله تحرش، اي واحد متحرش لازم يتعاقب، بس في نفس الوقت زي ما ببص للعقاب ببص لعلاجه، الحاجه دي مهمه جدا يعني. معانا اتصال هاتفي. طبعا معانا اتصال هاتفي. مين معانا؟ ايمان. السلام عليكم. ازيك يا زمان؟ اتفضلي يا زمان. اهلا وسهلا. انا برضو من مؤيدين حمله ما تعبرهاش. انا بصراحه شايفه ان هي مش بتهين البنت خالص، بالعكس هي بتحاول برضو يعني تنصحنا زي ما هي بتنصح الشباب ان هم ما يتحرشوش باي بنت، بتنصح البنت برضو ان انت تكوني يعني ايه تبعدي نفسك عن اي شبهات، بلاش نحط احنا نفسنا في موضع شبهه. بصراحه الحمله يعني حاجه بجد فظيعه، انا كنت من اول مؤيدينها والحمد لله نصحتني كتير وحسنت مني كتير ومن بنات كتير، وان شاء الله نفضل معاهم وان شاء الله مكملين وربنا يوفقهم ان شاء الله. شكرا يا استاذ ايمان. يمكن باتصال ايمان وقت حلقتنا بينتهي. طبعا بنكمل على كلام ايمان ان هي ان شاء الله مكملين. اي حد في مصر واي شاب عنده فكره في بناء مجتمع مصري امن ومجتمع رشيد ومجتمع بدون تحرش ومجتمع بدون اي حوادث او صدمات، اكيد احنا كلنا معاه، ودورنا كدور اعلام بنقف ونسمن هذه الفكره. اعزائي المشاهدين النهارده بنتقدم بخالص الشكر في نهايه حلقتنا لهشام سيد مؤسس فكره ما تعبرهاش، ومحمد النجار مسؤول العلاقات العامه للحمله، وان شاء الله نشوفكم في حلقات اخرى ومشاكل اخرى ومشكلات مجتمعيه اخرى، على امل لقاء بكم في حلقه جديده ان شاء الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
التواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.